النهاردة هنتكلم عن قانون الهجرة الجديد لألمانيا، والقانون ده بيسمح بالهجرة للعمالة المتخصصة، والنظام ده معروف باسم نظام النقط، الشبيه جدا بنظام أستراليا وكندا في الهجرة، وهو عبارة عن إنه بيقدم لك شروط معينة، ولنفترض 10 شروط مثلا، كل شرط منهم بتقدر توفره بتحصل مقابل ذلك على نقطتين مثلا أو نقطة أو 3 نقط حسب نوع الشرط اللي هم حاطينه. طيب إيه هي الشروط دي؟ الشرط الأول لو عندك مؤهل دراسي، في الحالة دي أنت بتاخد 4 نقط، يعني أنت حصلت أكتر من نص النقط اللي هم طالبينها. طيب هم طالبين كام نقطة؟ هم طالبين 6 نقط. بمجرد ما تجمع ال6 نقط تقدر تسافر لألمانيا وتحصل هناك على إقامة لمدة سنة، تقدر تدور فيها على شغل أو تروح على ذمة شركة مثلا. طيب زي ما قلنا الشرط الأول وجود مؤهل دراسي بتاخد 4 نقط، الشرط الثاني معرفتك باللغة الألمانية مستوى B2 بتاخد عليهم 3 نقط، الشرط الثالث لو معرفتك باللغة الألمانية B1 بتاخد عليها نقطتين، الشرط الرابع معرفتك باللغة الإنجليزية C1 بتاخد عليها نقطة واحدة، لو في خبرة في وظيفة معينة لمدة 5 سنين بتاخد 3 نقط، لو الخبرة في الوظيفة دي 2 سنين بتاخد عليهم نقطتين، لو سنك أقل من 35 بتاخد نقطتين، سنك من 35 ل 40 بتاخد نقطة واحدة، لو كنت موجود في ألمانيا في آخر 5 سنين حتى لو 6 شهور بتاخد نقطة واحدة، بس تكون إقامة نظامية، يعني أنت داخل بطريقة شرعية البلاد. لو أحد الزوجين قدم، يعني لو زوجتك قدمت أو أنت قدمت وحد منكم اتقبل، التاني بياخد نقطة. دول ال10 شروط اللي ألمانيا حطتهم تقدر تحصل منهم النقاط، وفي ناس كتيرة تقدر إن هي تسافر من خلال النظام ده. وطبعا التسهيل اللي جاي في النظام ده ناتج عن إن ألمانيا في خلال السنة الجاية هيطلع عدد كبير من العمال على المعاش، مش موجود ليهم بديل، فألمانيا زي ما بنقول كده بتستورد سكان عشان يحلوا محل العمالة دي. وطبعا أي حد محتاج إن هو يسافر والموضوع ده في دماغه فعلا، مشروع القانون ده ممكن يكون من أسهل المشاريع اللي تقدر من خلالها إنك تسافر. يعني أنت لو معاك مؤهل دراسي حصلت على 4 نقاط، لو معاك لغة ألمانية B2 أو B1 أو معاك حتى لغة إنجليزية تقريبا، أنت كده حصلت ال6 نقاط المطلوبة. لو عندك أي سؤال بخصوص الموضوع ده أو استفسار اسألني في التعليقات وهرد عليك. وبكده نكون انتهينا، لو استفدت أنت عارف هتعمل إيه. كويس، سلام.